إذا نوى الإنسان السفر فهل يجوز له القصر في بيته أم لا بد من مغادرة بنيان البلد؟ وكم هي مدة القصر؟ جزاكم الله خيرا. رخص السفر من القصر للصلاة الرباعية والإفطار في نهار رمضان إنما تبدأ إذا خرج الإنسان، إذا خرج الإنسان من عامر القرية أو البلد، لأنه يقال سفر الرجل إذا خرج من السفور وهو الخروج. أما ما دام في بلده فإنه ليس بمسافر، وإن كان قد نوى السفر لا يعتبر مسافرا حتى يخرج. وأما المدة التي يترخص فيها المسافر فليس لها حد محدود، ما دام مسافرا فإنه يقصر الصلاة ولو طالت المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة إذا سافر من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها، إلا إذا نزل الإنسان في مكان وأقام فيه إقامة تزيد على 4 أيام، قد نوى هذه الإقامة، نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام في أثناء السفر، فإنه حينئذ يأخذ أحكام المقيمين فيتم الصلاة ويصوم في رمضان. فإذا عاد إلى السفر وباشر السفر مرة ثانية فإنه يترخص. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.